الله في متحف الصقور. متحف الصقور يحتوي على عدة أقسام، منها القسم الأول اللي هو ما يتكلم عن أسامي الطيور والأنواع اللي موجودة هنا في الإمارات، نفس الحر، نفس الشاهين، الوكري، الجير. طبعاً في نوع ثاني اللي هو نوع العقاب، أو اللي نسميه باللغة المحلية أو باللهجة المحلية اللي هو الشمالي. طبعاً زوار المتحف من جميع الجنسيات، من جميع أنحاء العالم. نيل القسم الثاني اللي يتكلم عن تشريح الصقر. التشريح الصقر طبعاً يكون من عدة أجزاء، اللي هو الرأس، ثم جناح الطير، والعمود، العمود اللي يتكون العمود الظهر، وأيضاً العمود اللي هو ريش الديل. وطبعاً ما يهم الصقر، ما يميز الصقر، اللي هو الصيادة. الصيادة اللي هو المخالب الأربعة. طبعاً المخالب الأربعة اللي يتكون منها الصقر، طبعاً هن ثلاث صيادة في الأمام وواحد في الخلف، وكل واحد له مسمى وكل واحد له وظيفة. طبعاً الثلاثة اللي في الأمام مسمينهم العالف والسنان واللافح، أما الخلف طبعاً له عدة مسميات، اللي هو التابع أو الكاشخ أو القاتل. طبعاً أي واحد كان منهم مكسور المخالب هذه اللي هي مصدر رزقه، يعتبر أنه فقد وظيفته. طبعاً ممكن يطلع له بعد فترة لكن طويلة. ذاك الطير يعيش من 16 إلى 20 سنة إذا كانت صحته زينة. نتحول للقسم الثالث اللي هو قسم أمراض الطير. طبعاً أمراض الطير جداً قاتلة، منها الجدري، منها يصيبه بكتيريا قاتلة، السومار، طفح الجلدي. فممكن إذا ما أشل الطير ممكن أنه يعدي باقي الطيور، أو حتى صاحب الطير نفسه ممكن يعديه ويسبب له مشاكل. نأتي إلى قسم العين. قسم عين الطير، الطير يشوف ضعف نظر الإنسان تقريباً 8 مرات. ممكن أنت تشوف الرؤية واضحة 100 متر، هو يتعداك ممكن 800 متر، يرى بكل وضوح. نأتي إلى قسم الصيد. قسم الصيد هناك اللي هي الكوخة أو التبيتة. طبعاً الزمن القديم ما كان في صيد في الليل نفس الحين. الحين في أضواء وفي إضاءات واضحة. الكوخة هذه أو التبيتة، ليش سموها الكوخة؟ لأنها على شكل كوخ. التبيتة لأنها الرجال يبات فيها داخل، طبعاً بعد الفجر وقت النهار إلى قبل المغرب، وأكله وشربه كلها داخل. طبعاً كيف بيصيد؟ بيصيد الطير الوحش اللي هو متربي في الطبيعة، يعني شاف الصقر هذا، شاف أبوه وأمه كيف يصيدون، مو بصقر اللي هو التفريخ أو اللي في المزارع. طبعاً هذا الصقر بيكون غالي الثمن، بيكون قوي، بيكون مميز. بينصب له شبكة وحبل، وبيحط له البذوار. في بعضهم يحط البذوار، بعضهم يحط الحمام، بيرفع الحمامة فوق أو بيرفع البذوار فوق. البذوار اللي هو مسمى العلمي الباشر، طير بحجم الكف تقريبا، ما يكبر، هذا هو حجمه. فبيربط عنده ريش الحبارة. الحبارة تعتبر أيضا من أصعب الفرائس اللي يصيدها الحر أو الشاهين، مع أن الشاهين يعتبر يحب الأماكن البحرية، يحب الأسماك، يحب أي شيء في الساحل. فينصب له، الطير بيشوف مسافة بعيدة جداً، بيقول هذا عنده حبارة وأنا ما عندي، وهي أصلاً ريش الحبارة هذه اللي يستخدمونها البعض للتلواح لتدريب الصقر. وكل ما كان التلواح طويل، كل ما كان التلواح أو البطيء، كل ما كان قصير، كل ما شاف ردة فعل الطير يشوف استجابته، وهذه تعتبر لتدريب الصقر. بنتكلم أيضاً عن الصقر وين يعيش وين يقنص، وين يقنصون فيه، يودون الصحراء. أو ومعلومة مهمة جداً، أن الطير ما يبني عش، يعيش أو يفرخ في أي، يتكاثرون في أي فتحة في الكهف أو عش مهجور. أما الطير إذا يبني عش، ما في أي معلومة أنه أو أي فيديو أو أي صورة أنه الطير يأخذ غصن ويبني له. طبعاً هو ما يتنزل، لأن يسمونه قبل ملك السماء. فعشان كذا الصقر عند العرب يعني مهم جداً لتعليمهم السنع، لتعليمهم حتى يسمون عيالهم باسماء الصقور، مثل صقر أو شاهين أو ركان أو سطام. هذا الأسامي اللي هي أو رداد، هذا الأسامي المشهورة عند العرب يفتخرون فيها، لأنها تعتبر جزء منهم. الصقر جزء من
من هذه الحياة اللي كانوا عايشين فيها. نأتي إلى معرض الصور. معرض الصور هناك معرض صور الشيوخ، كيف قبل كانوا يجنصون المعارض اللي كانت تستوي المسابقات داخل الدولة أو حتى برع الدولة. وأيضا في قسم مهم، قسم أدوات الصقر. شو تحتوي أدوات الصقر؟ اللي هي المخلاة، حقيبة الصقار. في طبعا نوعين، في اللي كانت مصنوعة باليد قديما، وفي اللي هي بالآلات الحديثة. برقع الطير، برقع الطير جدا مهم. أول ما نصيد الطير لازم نحط له البرقع علشان يهدأ وما يتوتر. أنا بصيد طير غالي ثمن، ما أبغي ينكسر منه جناح أو يكون في ردة فعل أو يكسر مخلب، لأنه بعدين بيفقد كل قيمته الشرائية. نأتي إلى شيء مهم أيضا اللي هو المنقلة. أول ما أصيد الطير لازم أستخدم القفاز علشان ما يضربني ويؤذيني بشكل كبير، فأستخدم القفاز أو الجفت أو الدست للحماية الطير من مخلبة كان أو حتى من قارة. أيضا الشيء المهم الوكر. في عدة أوكار للطير، في الوكر الرملي وفي وكر الميلس وفي الوكر الملحي. طبعا الوكر الملحي يعتبر علاج للطير إذا كان فيه طفح جلدي أو جروح أو من تضارب مع طير ثاني أو تضارب أو قوة الصدام الفريسة، فهذا الوكر الملحي يعتبر معقم له، يعتبر علاج. ممكن نحطيه يوم يومين ثلاث لين ما يبرأ أسفل مخلب الطير. أما بالنسبة طبعا الطيور اللي موجودة هنا في المتحف، الصقور ما يقارب 17 صقر بطريقة مختلفة، وفي طيور حية هناك في المحلات. طبعا عدة طيور، فيه البدوار، فيه الشمالي اللي هو عقاب، فيه الجير، فيه الحر، فيه الشاهين. طبعا واكثر الطيور هنا تقريبا كلها مهجنه من الجير، بيقول لك جير شاهين او جير حر او بيور. ناتي الى المرسل. المرسل اللي هو الحبل اللي هو نحطيه في مخلب الطير الى الوكر. طبعا يتكون من جزئين، الحبل طويل مرسل وسبوق. المرسل بيكون من الوكر الى حلقه حديديه، والحلقه الحديديه الثانيه الى مخلب الطير عشان نخلي الطير ما يشرد عنا الطير. طبعا ايضا المركز يحتوي على بعض الالات اللي هي مهمه جدا، اللي هي مثلا انا عندي طير، اذا ضاع علي ولا شيء، طبعا في الرنج هذا او الخاتم اكتب عليه اسمي او اكتب عليه رقمي إذا ضاع الطير ولا شرد. ولد الحلال يرجعه، يتصل فيني يقول هذا طيرك موجود هنا أو شفته في المكان الفلاني. أيضا يحتوي المركز على العيادة. العيادة اللي هي فحص الطير من الميكروبات أو من البكتيريا، علاجها. ممكن طير جناح مكسور، بنسميها الطريقة هذه توسير الجناح، لأن إذا انكسرت ريشة أو ريشتين ثلاثة ممكن الجناح يروح. فهني عندنا طريقة للتوسير، يرد توسير جناح الطير أو حتى يركب له الريش اللي هو مكسور بريش آخر، ريش طير يمكن ميت أو بريش طير محنط. طبعا هناك عدة ألوان، منها الأبيض، منها الرمادي، منها الأسود، منها الألوان مختلفة جدا، يعني البني الفاتح. هذا تقريبا ألوان الطيور وأنواعها.